أهلا بكم إلى نشرة الاقتصادية نقدمها لكم من قناة الجزائر الدولية. في المستهل تنطلق بالعاصمة الجزائرية اليوم فعالية الندوة الوطنية حول الإنعاش الاقتصادي، وتهدف الندوة التي تدوم 3 أيام إلى إرساء رؤية استراتيجية للقطاع الصناعي المعول عليه لإنعاش وتنشيط الاقتصاد المحلي ودفع نموه، وكذا حشد الفاعلين في القطاع حول أهداف الإنعاش الاقتصادي، لا سيما إحلال الواردات وتطوير صادرات المنتجات الصناعية. إذن نشاهد الآن هذه الصور لوصول رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون إلى هذا المنتدى. في خضم هذا اللقاء ستكون هناك ورشات عمل ولقاءات بين الفاعلين في المجال الصناعي بالدرجة الأولى والاقتصادي والنسيج الاقتصادي عموما. لإثراء النقاش أرحب بضيفي الخبير الاقتصادي الدكتور هواري تيغرسي. صباح الخير. شكرا. صباح النور. إذن ربما نتحدث الآن عن فعالية الندوة الوطنية حول الإنعاش الصناعي. الحديث عن الإنعاش الصناعي يطول في الجزائر أستاذ هواري تيغرسي. كانت في السابق صناعات خفيفة وصناعات ثقيلة في الجزائر، لكن في فترة التسعينيات تراجعت مقارنة بفترة السبعينات والثمانينات. أستاذ هواري تيغرسي، الآن تحاول الجزائر إعادة بعث النشاط الصناعي، كيف نقرأ هذا المنتدى أو هذه الندوة أستاذ هواري تيغرسي؟ طبعا صباح الخير، ولكن لازم نفهم أنه نقطة مهمة، أنه من خلال وعد خاصة الجمهورية من خلال الحملة نتاعو في 54 نقطة، نظن هذه نقطة اللي ثم بعده جاء مباشرة مخطط الإنعاش الاقتصادي اللي عرفوا طبعا سنة 2020 و 2024، ثم بعده شفنا أنه كثير من المخططات طبعا استلهمت من هذا المخطط، لأنه علاش بكل صراحة فشل خاصة السياسات الصناعية في المراحل السابقة، وطبعا عدم، لأنه لما نشوف معدلة النمو تقريبا منخفضة مقارنة مع قطاعات أخرين، ولكن الإمكانيات كبيرة جدا. نظن أنه الفكرة جاءت خاصة في كيفية ترقية هذا القطاع من خلال هذا طبعا اللقاء الوطني والندوة الوطنية، بهدف طبعا ترشيد وإنفاق وطبعا بروز خاصة في المراحل القادمة إن شاء الله هذا القطاع اللي هو القطاع الصناعي، لأنه في المراحل السابقة لما نحكو على السبعينات وطبعا الثمانينات عولت الجزائر بشكل كبير على القطاع الصناعي وخاصة الصناعات الثقيلة. اليوم طبعا تغير تقريبا الفكرة، لأنه لاحظنا أنه أغلبية الدول النامية واللي عندها مستوى معدلة نمو مرتفعة اعتمدت بشكل على الصناعات طبعا المتوسطة وطبعا الصناعات كذلك الصغيرة، ثم إذا إلى جانب الفكرة اللي تولد خاصة انتقلت الجزائرية فكرة طبعا الشركات الناشئة طبعا والمؤسسات الجد الصغيرة في الجزائر. نظن الفكرة هو كيفية مرافقة طبعا هذه المؤسسات من خلال لقاءات بالشكل بهذا الشكل اللي شفناه اليوم. نظن كاين محاور راح نشوفها موجودة خاصة في هذا اللقاء، نظن تقريبا هناك 4 محاور اللي هو دعم المؤسسات وترقية الإنتاج الوطني والصادرات. وهذه إشكالية أنه بالنسبة لي طبعا كيفية دعم المؤسسات الوطنية وإعطائها أكثر قوة للمنافسة سنتحدث عليها نقطة بنقطة أستاذ هواري تيغرسي. ربما التساؤل الثاني، هل لابد علينا الآن نقوم بدراسة أو تقييم للنشاط الصناعي قبل البداية عن الحديث عن تطوير كل هذه النقاط التي سيتناولها وستناقش على في هذا المنتدى على مدار 3 أيام؟ والله شوف، منذ مجيء السيد رئيس الجمهورية شفنا حركية كبيرة على مستوى تقريبا كل المؤسسات، وشفنا كذلك مراقبة ومتابعة سياسية. نعم. طبعا ومتابعة تقريبا لكل جزئية بالنسبة لي طبعا القطاعات. هنا نحكو على مثلا لما نشوف تغيير الوزاري الاخير بالنسبه لبعض القطاعات، لانه شاف كان مشكله بالنسبه للقطاع الفلاحي وشاف انه ما خلقش حركيه بالمطلوب، لانه مقارنه مع الامكانيات والموارد الموجوده في الجزائر كنا نرتقي بمعدلات نمو جد مرتفعه في القطاع الفلاحي. هذا مثال فقط بسيط. بنفس الطريقه السيد رئيس الجمهوريه فرض بكل صراحه صرامه ورقابه متابعه لكل القطاعات. نظن حتى اليوم شفنا القطاع الصناعي، ممكن جدا راح نشوفه بعد ايام قطاع واحد اخر، وهذا طبعا دولي. كنظن العقليه خاصه تاع السيد الرئيس الجمهوري في هذه المرحله
هو طبعا لازم بكل صراحة كل مسؤول يحاسبه كما قال في البداية. كل مسؤول طبعا عنده لوكاي شارج نتاعو، وطبعا يشوف المخرجات نتاع النتائج نتاعو. ما تبقاش العملية لأنه شفنا في المراحل السابقة وزراء من بعض الوزراء اللي ما عندهمش حتى مخرجات بالنسبة لقطاع نتاعو، ما عندهمش حتى برنامج بالنسبة للقطاع نتاعو، ما عندهمش حتى خليني نقول حتى قيمة مضافة لتقييم المجال. نعم حتى قيمة مضافة بالنسبة للقطاع نتاعهم. نظن هذه فرصة بالنسبة لقطاع الصناعة، لأنه بكل صراحة إمكانيات المسندة لقطاع الصناعة إمكانيات كبيرة جدا. نعم. وهنا لو تحكم النفقات في قطاع مثلا هذا القطاع في المالية، قانون المالية 2022، تشوفها طبعا كبيرة جدا. ولكن المخرجات عندنا مشاكل فيما يخص المخرجات نتاعنا، فيما يخص لأنه نحكي على مخاطر الإنعاش، ضروري أنه تكون عملية تقدم قيمة مضافة. واللي ممكن لأنه علاه الصناعة هو المحرك بالنسبة لكل القطاعات، لأنه الصناعة مرتبط بقطاع الفلاحة، مرتبط بقطاع الطاقة، مرتبط بقطاع الصيد البحري، مرتبط بقطاع البيئة، مرتبط بجميع القطاع. اللي تحرك القطاع الصناعي ممكن راح يستلهم أو طبعا راح كما نقولوا يبصر بي أو يستهلك كل القطاعات الوزارية ويعطي لهم دفع كبير. لأنه مشكلة الجزائر هي خاصة فيما يخص الصناعات التحويلية بالنسبة لكثير من القطاعات، وهذا اللي خلينا نقول أنه حدد من إنتاج بعض القطاعات. مثلا لما نحكي على إنتاج قطاع الفلاحة، عندنا مشكل في الجزائر في الصناعة التحويلية. نعم، ربما نتساءل نقطة بنقطة الأستاذ هواري تيغرسي عندما نتحدث عن الصناعة في الجزائر. ما هي ربما أهم النقاط التي لابد تحيينها في مجال النسيج الصناعي في الجزائر؟ هل نبدأ بالصناعات الخفيفة والصناعات الغذائية والتحويلية كبداية، وبعدها ننتقل إلى صناعات أخرى، إلى الصناعات المتوسطة والثقيلة؟ أستاذ هواري تيغرسي، نشوف احنا إمكانياتنا ما تسمحش خاصة فيما يخص الاستثمار في المشاريع الكبرى، والدليل على ذلك أنه شفنا أنه الاستثمارات فيما يخص قطاعات متعددة مثل المناجم، وإمكانيات الجزائر محدودة في هذا المجال. معناتها نحتاج إلى شركاء وخاصة الاستثمار الأجنبي. هنا خلينا نعرج لنقطة مهمة جدا، ونظن سيد الرئيس كان يحكي عليها وأكد عليها وراه يضغط عليها باش تكون مخرجة نتاعها في المستوى، هو قانون الاستثمار الاستقطاب. طبعا كل الاستثمارات المحلية لقائل القرار أنه أولوية بالنسبة لنا، أنه كيفية مرافقة وكيفية تقديم التسهيلات طبعا لاستقطاب هذه الأموال اللي موجودة في السوق الموازية. حاجة ثانية أنه كيفية استقطاب الاستثمار الأجنبي اللي موجود، لأنه لما نحكم سيد وزير الطاقة والمناجم كان عنده نظرني قائل تقريبا حوالي 3 أيام الأسبوع الماضي، وطبعا نعرج على طبعا الموارد الوطنية، ولكن ما وفرش مناخ استثماري مهم بالنسبة لي قطاعي لكله، راح تكون عندنا إشكالية. معناتها لا يمكن طبعا الاستثمار أو لا يمكن الانطلاق بصناعات كبيرة في هذه المرحلة. المطلوب هنا ننطلق في طبعا مسرعات أو من خلال هذه الصناعات الصغيرة جدا، من خلال طبعا الصناعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال طبعا نظن لأول مرة راح نشوفه طبعا شركة ناشئة تقريبا لنا سنتين، لأنه كانت فكرة موجودة في المراحل السابقة، ولكن السيد رئيس الجمهورية كان جسد الفكرة لي طبعا هذه الوزارات، ولاحظنا القوة على الوزارة الشركة الناشئة في هذه المرحلة، واللي بدأت المخرج حتى ببراءات الاختراع كذلك. هنا مثال فقط بسيط، لما نشوفه طبعا السي حبة للخبير والمكتشف لكثير من الأمور اللي عنده تقريبا ألف وخمسمائة مختلف اختراع، هذه إشكالية بالنسبة لنا. كيف يمكن أنه الجزائري أنه يقدم هذا القيمة؟ أنت يجب حتى الآن الشباب لديهم اختراعات، شفنا في المعرض الأخير في الجزائر هناك اختراعات لشباب في العديد من المجالات، خاصة في مجال الحرائق بعد الحرائق التي تعرضت لها الجزائر في خنشلة وفي العديد من مناطق الوطن. الآن هناك براءة اختراع ستتبناها الحكومة تدريجيا حسب آخر الأصداء، يعني هناك ربما تبني لما يقدمه الشباب ولمشاريع الشباب. لا تعتقد هذه الخطوات الأستاذ هواري تيغرسي هي مكملة
متكملة لمسألة المسألة الإنعاش الصناعي بدرجة الأولى، لأن جل البراءات الاختراع تكون في هذا المجال. أستاذ وريتي غرسي، نعم، لاحظنا أن السيد رئيس الجمهورية خصص وزارة لهذا القطاع للتكفل خاصة بهذا القطاع، لانطلاق هذا القطاع، لي خليني نقول لك لمرافقة طبعا هذا القطاع، وهذا هذا الشكل الجميل، ولكن ما يكفيش. لا يخص الجزائر أستاذ وريتي غرسي، شوف لأنه لازم الانطلاق من قرار سياسي إلى ثقافة موجودة عند المجتمع. كل صراحة ما أنت لما نشوف المشاريع، ما هي مشاكل المشروع؟ هو مشكل تمويل. نعم. أنت لازم الفكرة ذا ينتقل إلى طبعا أصحاب الأموال اللي موجودة خاصة في القطاع الخاص، والاستثمار خاصة فيما يخص الحاضنات، فيما يخص الشركات الناشئة، فيما يخص المسرعات طبعا لانطلاق. لأنه علاش لازم نعرف وش معناتها الشركة الناشئة؟ هي طبعا حل لمشكل موجود على بالنسبة للمؤسسة، وطبعا يمكن تعميم هذا، لانه لقينا حل بالنسبه للمؤسسات الوطنيه راح تكون عندنا السرعه والتسريع في المراحل القادمه، وتخلق لنا ثروه، تخلق لنا عماله، تخلق لنا كثير من الامور. ولكن ما تبقاش في يد الوزاره، لازم نعمم العمليه باش تكون في تقريبا كل الولايات تكون عندها الفكر، وتكون عندها ثقافه، وتكون عندها مرونه، وتكون عندها تبسيط، وتكون عندها تمويل. بكل صراحة لازم نوصل لهذه الثقافة اللي موجودة، كل صراحة الثقافة موجودة عن طبقة معينة فقط، اللي هي طبعا الحكومة، الوزارة، وطبعا كثير من المكتشفين، وطبعا اللي عندهم براءة ولكن اللي عندهم تحدي، لأنه هناك بعض الأشخاص عندهم براءة لكن نوعا ما الشخصية تاعهم مش قادرة تفرض روحها. هنا لازم نوسع، لأنه هنا خلينا نفكر في قدرة المؤسسات. نعم. على طبعا استقطاب هذو الأشخاص اللي عندهم كفاءة، لأنه تقريبا أغلبية المؤسسات الوطنية تعطي ظهرها بالنسبة للشركات الناشئة، بالنسبة لهذه الأفراد، بالنسبة لهذه الاختراعات. نعم. ربما لك اليوم أستاذ وريتي غرسي هناك مشاريع أخرى لإعادة اعتبار إلى المؤسسات الوطنية، نتكلم عن المؤسسات الصناعية بالدرجة الأولى. كان في السابق الجزائر عندها صناعات خفيفة وصناعات متوسطة وصناعات غذائية وصناعات جلدية وتحويلية، اندثرت مع فتح مسألة الاستيراد في فترة التسعينات إلى غاية الألفية، 2000 والسنوات الماضية كانت فاتورة الاستيراد كبيرة جدا، مما قضى كذلك أستاذ وريتي غرسي على مسألة الصناعة في الجزائر. لا تعتقد كذلك أنه حتى قانون مع الاتحاد الأوروبي، الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي، ربما قتل الصناعة في الجزائر كذلك؟ والله شوف، تحكي الاتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، لازم نعرفها أنه ما نعاتبش اللي داروه في الوقت هذاك، لأنه عندهم ممكن جدا حلول سياسية. نعم. وطبعا كان هدف منها إخراج الجزائر من أزمة. نعم. اقتصادية بنيت على أساس سياسة، وخلينا منقول مش الجانب الاقتصادي. الحان الوقت أنه لازم نراجع طبعا الاتفاقية اللي أعطى فرصة بالنسبة للشراكة، أعطى فرصة بالنسبة لتصدير المنتجات تاعنا. نعم. وإعادة النظر خاصة هيكلة المؤسسات الوطنية اللي ما عندناش خيار فيها. نعطيك مثال فقط بسيط، الشركة الوطنية للجلود، الجلد نتاعنا من أنواع الجلود، الشركات نتاعنا موجودة، العقار موجود، مؤسسات موجودة، فقط تحتاج بالشركة هذا مثلا كشريك، مثلا لما تكون نحكي الإيطاليين بطريقة أو يعني لما نحكي المنتوج نتاعنا الخام ونصدره إيطاليا، لما لا نجيب الشركات هذه الإيطالية، وطبعا نصف تحويلية وتحويلية، طبعا نصف تحويلية، وبالتالي انه نخلق مؤسسات، نخلق ديناميكية لقطاع واحد. بنفس الطريقة لكثير من المؤسسات، نظن حسب معلوماتي اكثر من 20 مؤسسة وطنية راح يمكن طبعا إعادة النظر في العملية، ويمكن طبعا إعادة التقييم ودفع بالنسبة لكثير من المؤسسات. شكرا لك الأستاذ وريتي غرسي، خبير اقتصادي، كنت معي في النشرة الاقتصادية، ألقاك في فرص أخرى بحول الله. إذا في شأن اقتصادي آخر، دعا الوزير الأول وزير المالية الجزائري أيمن بن عبد الرحمن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى وضع خبرته في خدمة الجزائر ومرافقتها في تنويع الاقتصاد. وخلال مباحثات أجراها عبر تقنية التحاضر المرئي عن بعد مع رئيسة الهيئة المالية المتعددة الأطراف، قدم المسؤول الجزائري نظرة استراتيجية شاملة لتنمية بلاده في السنوات القادمة في إطار التأسيس لنمط اقتصادي جديد بالتزامن مع إحداث إصلاحات هيكلية لا سيما في ميدان الجباية والميزانية.
قدرت القائمة بالأعمال بسفارة الإمارات العربية المتحدة بالجزائر موزة الحسني حجم استثمارات بلادها بالجزائر بنحو 10 ملايير دولار خلال العقد الأخير. الحسني وفي تصريحات أدلت بها على هامش احتفالات الجزائر بالذكرى 50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة ذكرت أن أبوظبي تشكل أكبر مستثمر عربي في الجزائر، معربة عن استعداد بلادها لتطوير العلاقات الاقتصادية بين البلدين نحو السياحة وكذلك الطاقة. تتطلع دولة الإمارات مع الحكومة الجزائرية على تطوير العلاقات في كافة المجالات، نتطلع على زيادة حجم التبادل الاستثماري بما يتناسب مع تطلعات قيادتي البلدين، على رأسهم طبعا فخامة الرئيس عبد المجيد تبون وسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد رئيس دولة الإمارات حفظه الله. بلا شك بأن دولة الإمارات تعتبر المستثمر العربي الأول في الجمهورية الجزائرية. خلال 10 سنوات الماضية وصلت حجم الاستثمارات الإماراتية في الجزائر خلال 10 سنوات إلى أكثر من 10 مليار دولار. نطمح أن نحن نعزز هذه العلاقة وننقلها من لبنة قوية إلى لبنة أقوى. وقعت فرنسا والإمارات على عقد توريد 80 مقاتلة من طراز رافال الفرنسية في صفقة قدرت قيمتها بنحو 17 مليار أورو، صفقة قفز خلالها سهم شركة داسو الفرنسية المصنعة للمقاتلات الجمعة بنحو 9% بعد إبرام الصفقة ليصل إلى 90.70 أورو لتراكم من مكاسبها في نفس الجلسة بعد أن ارتفع بنسبة 9% في تداولاتها المبكرة لبورصة باريس. استقرت أسعار النفط بعد تخليها عن مكاسب كبيرة سابقة وسط مخاوف تداعيات تزيد إصابات فيروس كورونا المتصاعدة على الطلب العالمي على النفط، وارتفعت العقود الآجلة لخام برانت 21 سنتا لتصل إلى 69.88 دولار للبرميل عند التسوية، بينما انخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسط الأمريكي ب 24 سنتا إلى 66.26 دولار للبرميل عند التسوية. رفضت الولايات المتحدة الأمريكية إعادة النظر في خططها لسحب احتياطاتها الاستراتيجية النفطية في عقاب اتفاق تحالف أوبك بلس لتثبيت سياسة زيادة إنتاجها التدريجي. قرار سارع البيت الأبيض للترحيب به بوصفه خطوة من شأنها تسهيل تعافي الاقتصاد العالمي. ساعتان عن قرار أوبك بلس القاضي بتثبيت سياستها الإنتاجية بواقع 400 ألف برميل يوميا جانفي المقبل كانت كافية ليكون رد واشنطن سريعا وحاسما. لا خطط لدى البيت الأبيض في التخلي عن ضخ مزيد من المعروض النفطي انطلاقا من المخزونات الاستراتيجية الأمريكية. نقدر مستوى التنسيق الوثيق خلال الأسابيع الأخيرة مع شركائنا في السعودية والإمارات ومن غيرهما من منتجي أوبيك بلس للمساعدة في تخفيف ضغوط الأسعار. ليست لدينا أي خطط لإعادة النظر في قرار سحب الاحتياطات النفطية الاستراتيجية من جانبنا. رد جازم يرسم لرغبة أمريكية في مواصلة حربها ضد التحالف النفطي رغم ترحيب واشنطن بما أسمته بخطوة نحو تسهيل تعافي الاقتصاد العالمي. نرحب بالقرار الذي اتخذ بمواصلة الزيادة البالغة 400 ألف برميل يومياً بالتزامن مع السحب المنسق من جانبنا في الآونة الأخيرة من الاحتياطات النفطية الاستراتيجية. نعتقد أن ذلك من شأنه أن يساعد في تسهيل تعافي الاقتصاد العالمي. الزيادة التي أقرتها أوبيك بلس تبقى غير كافية في نظر إدارة جو بايدن المتمسكة بالإبقاء على عمليات السحب المنسق من الاحتياطات الاستراتيجية لكبار المستهلكين رغم المخاطر المحدقة بأسواق الخام بفعل عودة مخاوف ضعف الطلب على وقع انتشار متحور أوميكرون. رجحت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين غورغيفا انخفاض توقعات الصندوق للنمو الاقتصادي العالمي بفعل ظهور متحور فيروس كورونا الجديد. غورغيفا خلال مؤتمر ريوترز نيكست
توقعت أن يقوض الانتشار السريع للسلالة الجديدة ثقة المستثمرين والحكومات في ضخ استثمارات جديدة. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع أكتوبر الماضي أن ينمو الاقتصاد العالمي بحدود 5.9% هذا العام و 4.9% العام المقبل. إدارة صندوق النقد الدولي حذرت من انهيار اقتصادي يهدد الدول الفقيرة بفعل عودة تفاقم أعباء الديون. الهيئة المالية الدولية دعت مجموعة العشرين لاتخاذ إجراءات عاجلة لتخفيف أعباء القروض الواقعة على عاتق أفقر دول العالم لتفادي انهيار 60% منها. تقرير في السياق لأسماء ضيف. في ذروة غموض تداعيات متحور أوميكرون على الاقتصاد العالمي، تتلاشى جهود كبريات الاقتصاديات العالمية في تخفيف أعباء الديون على فقراء العالم إبان الجائحة، لتنكشف تهديدات جديدة قد تصل لترسيم انهيار اقتصادي لنحو 60% من البلدان الفقيرة عبر المعمورة. نحو 60% من البلدان المنخفضة الدخل تعاني بالفعل أعباء الديون أو معرضة لهذا الخطر بشدة، مقارنة بأقل من نصف هذه النسبة في عام 2015. وإن لم تكشف الهيئة المالية الدولية عن قائمة الدول المعنية بالتهديدات الجديدة، لكنها وجهت دعوة لمجموعة العشرين لاتخاذ إجراءات عاجلة في سياق إنقاذ الدول الفقيرة من سيناريو الانهيار الاقتصادي. التجارب الأخيرة لتشاد وإثيوبيا وزامبيا تظهر أنه يجب تحسين الإطار المشترك لمعالجة الديون فيما بعد مبادرة تعليق خدمة الديون. الإطار المشترك لم يحقق عوده بعد. تحذيرات هيئة بروتون ووردز لم تتوقف هنا، بل امتدت على التكهن بسنة صعبة العام المقبل. لا شك أن عام 2022 سيكون أكثر صعوبة، بينما يلوح في الأفق تجديد السياسات النقدية عالميا. تخفيف أعباء الديون قد تكون استراحة محارب للدول الفقيرة في مواجهة معركة تسديد الديون المتراكمة منذ عقود، في انتظار رد فعل كبريات الاقتصاديات في سبيل إنقاذ فقراء العالم من انهيار وشيك. في موضوع آخر، يهدد عودة المغرب إلى إغلاق الحدود في إطار الإجراءات المتخذة للتصدي لكورونا بتسديد ضربة جديدة وقاضية للقطاع السياحي، وتسبب توقف تدفق الزوار من الجوار الأوروبي في إلغاء كلي للحجوزات مع اضطرار الفنادق للإغلاق، لتضاف إلى إفلاس نحو 80% من الوكالات. للعام الثاني على التوالي يعيش القطاع السياحي في المغرب على وقع تهديدات الإفلاس بتفاقم هواجس المهنيين من ضربة قاضية تعمق من أزمة هذا القطاع الحيوي لاقتصاد المملكة، في أعقاب إعلان الرباط غلق حدودها من جديد جراء جائحة كورونا. وتم فتح الحدود وتبدينا مجموعة من الرحلات سواء داخل المغرب أو خارج المغرب، وكذلك استقطاب مجموعة من السياح للمغرب، وكنا سنستبشر خيرا كذلك برأس السنة يعني غيكون واحد النشاط السياحي جد مهم في المغرب. إلا تنفاجئوا بهذا القرار اللي نزل أمس، اللي هو قرار كما قلت لكم احنا ماشي ضده ولكن قرار مفاجئ، وخلانا احنا كما قلت لك احنا على وشك الإفلاس، وخلانا حطينا الخطوة الأولى في الإفلاس. في وقت يعول مهنيون على عطل أعياد نهاية السنة لتخفيف الخسائر التي يتكبدونها منذ عامين، تفاجأ العاملون في القطاع من إغلاق للحدود الجوية والبحرية، ما يعمق من خسائرهم المحتملة إلى أكثر من 100 مليون دولار على أقل تقدير. تهزت واحد الرفع جزئي من الحظر اللي كاين وفتح الحدود وفتح الرحلات، يعني استبشرنا خير ودينا سنستأنفوا العمل ديالنا، سنتلقوا طلبات من الخارج بمجموع الحجوزات كما قلت على راس السنة، سنتلقوا طلبات داخل المغرب من المقيمين في المغرب اللي باش يقوا سياحة داخلية،
وكاين مجموعه من الوكالات اللي انفيستات في هادشي كما خدات قروض باش انفيستي باش بدا، ولكن القرار جا دمر كل شيء. وتشير تقديرات الوكالات السياحية المغربية إلى أن كل الحجوزات ألغيت وجل الفنادق سوف تضطر للإغلاق، لتضاف إلى قرابة 80% من الوكالات المقفلة منذ ظهور الجائحة مطلع 2020. آخر خبر في النشرة الاقتصادية، إلى اللقاء.